السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ من شاطئ عجيبة الساحر جميل جايلكوا حبايبي، اتفرجوا عليه وعلى المية. مازلنا بنتفرج على احلى الشواطئ الجميلة الساحرة. الصوت يكون واصل لكم، وحشتوني قوي قوي يا حبايبي. كل طيبين، خارج مصر وداخل مصر بيتفرج عليا من كل مكان. يا ريت تشرفوا بالاشتراك في القناه، في هنا بقى يا حبايبي فيلل. الفيلل دي في فيلل هنا حبايبي للايجار على البحر مباشره. ادي الفيلا اهي، جنينه كده. كل دي فيلل للإيجار. البحر اهو مباشرة. يعني تبقي قاعدة في الفيلا وشايفة البحر على طول. البحر عالي النهارده قوي، وهنا بيبقى عالي للاطفال بصراحه. بس هي طبعا المياه جميله، بس البحر هنا بيبقى عالي قوي. شاطئ عجيبة، يا ريت يكون الصوت واضح عشان في هوا النهارده قوي جامد. هنحاول نشوف فيلا مفتوحة ونصورها عشان خاطر متابعيني وحبايبي واخواتي في كل مكان كانوا طالبين مني ان انا اصور شقق وفيلل على البحر. فهشوف دلوقتي حبايبي واصورها لكم. انا بصور لكم دلوقتي الشاليه اللي قلت لكم عليه. دخلنا اهو الشاليه اهو يا حبايبي اهو. لا انا اخضرك دي قاعده بره كده في تراس بره كده اهي. ندخل بقى اهوت. هنا بقى الايه القعده اهي، ده كده انتريه سفره
ومطبخ امريكاني وشاشه اهي، مطبخ الامريكاني اهو. كله نظيف، كلها حاجات نظيفه. شايفين يا حبايبي المطبخ ده؟ مطبخ امريكاني اهو، كله بالرخام، ودواليب نظيفه وبوتاجاز نظيف اهو، والادوات اهي اللي هتستعملها نظيفه مغسوله. الحوض اهو، والكوبايات كلها مرصوصه مغسوله، والدواليب اهي، والثلاجه، الثلاجه. انا بصور لكم ايه كل حاجه، كل حاجه عشان تشوفوها على الطبيعه. هنا بقى الحمام، عايزكم يعني الحمام اهو سخان، ايه رايكم يا حبايبي؟ مش سايبه حاجه اللي بصورها. الاوض بقى بصوا، بصوا الصاله دي من بعيد ازاي، بصوا المساحه قد ايه، كلها بالنجف والمراوح. هنخش بقى ايه، في حمام تاني اضافي على فكره، في حمام اضافي تاني حبايبي اهو، حمام تاني اضافي كبير برضه. في هنا اوضه فيها سريرين ودولاب اهي يا حبايبي. بتبص برضو من ورا اهي على فيلل، ومروحه برضو، ومروحه. ادي اوضه بسريرين، وهنمشي بقى تاني، وغساله برضو اهي، وهنمشي بقى كده هنلاقي اوضه تانيه كمان فيها سرير ودولاب اهي يا حبايبي. اوضه اهي تانيه، دي تالته بقى. واحنا شفنا اهو اوضه بسرير عود ودولاب وسراحه، يبقوا تلات اوض. خلاص يا حبايبي بقى، شفنا بقى كله. اهو يا حبايبي اهو من بعيد المطبخ امريكاني. كل حاجة جديدة فيه، مطابخ الحوض، والمية موجودة اهي، المية موجودة اهي. ايه رأيكم يا حبايبي؟ شرح تفصيلي كامل اهو، النجف والمراوح والشاشة كله تشطيب سوبر لوكس. هنطلع بقى كده هنشوف، واحنا طالعين بقى من الباب. ادي القعده اهي اللي بقول لكم عليها، دي تراس كبيره اهو، كراسي في القعده. هنا بقى ايه، جنينه كده وجنب كله شاليه. انا واقفه في التراس اهو، واقفه في التراس والبحر. بصوا بقى انا فين، قدام الشاليه والبحر اهو، الشاليه، الشاليه من بره. شايفين يا حبايبي؟ زي ما قلت لكم ووعدتكم ان انا هصور لكم الشاليهات من جوه اهوت، انا ماشيه والبحر، الشاليه والبحر في وش اهو. يا ريت الصوت يكون واضح بس يا حبايبي، الشارع اهو كله شاليهات.
كل الشارع شاليهات وفيلل. اهو يا حبايبي الشاليه في الوش اهو. السعر بألف ونص في اليوم، السعر بألف ونص في اليوم. يا ريت بقى داخل مصر وخارج مصر واللي بيشوفني الشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، ما تنسوش الاشتراك واللايك يا حبيبي، اللايك عشان أقدر أستمر وأكمل معاكم وأوريكم أحسن حاجة في مطروح. محتاجة دعمكم ووقفتكم جنبي حبايبي، ويا ريت أكون فيديوهاتي كده خفيفة وحلوة ليكم. كل سنة وانتم طيبين، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.